بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة الدرس السادس، وهنبدأ في شرح الكوست كنترول في تعليم البرمافيرا. ولما بتكلم على الكوست كنترول أحب إن أنا أشرح حاجة في الأول. أحب إن أقول إن أنا مش هتكلم على الكوست كنترول مانجمنت، مش هتكلم على أصول الكوست كنترول عامة، أنا هتكلم على إزاي أستفاد بالكوست كنترول وإزاي إن أنا أطبقه في البرمافيرا في شغلي في الموقع أو في أي مشروع. عشان أشتغل كوست كنترول في البرمافيرا لازم طبعا يكون عندي خلفية كويسة جدا بالبرنامج اللي هو البرمافيرا، وعندي خلفية كويسة جدا ببرنامج اكسل، عشان البرمافيرا لوحده مش هعرف اعمل فولو اب على الكوست كنترول، ومش هعرف في البنود الكتيرة بتاعت المواد الخام سواء مواد خام او عمالة او المصاريف. طيب ايه المتطلبات اللي انا محتاجها علشان ابتدي اقدر اعمل كوست كنترول على المشروع بتاعي؟ في بداية اي مشروع في حاجة اسمها البي او كيو، البي او كيو اللي هو بيل اوف كوانتي، بيل اوف كوانتي او القائمة بتاعت الخامات اللي انا هستخدمها في المشروع، اللي هي اللي انا بدخلها بعد كده في البرمافيرا على انها ريسورس. ماشي. والبي اي كيو بتبقى بالمنظر دوت، ادي دي بي اي كيو، وهناخد مثال اللي انا معلم عليه بالاصفر ده اللي هو سيراميك الارضيات اللي هو مقاس 40 في 40. ماشي. اليونت بتاعته متر مسطح او اللي هو المتر مربع. دي الكوانتيتي، دي الكوانتيتي دي الكميه اللي انا هستخدمها في المشروع ككل، دي الكميه اللي انا هستخدمها في المشروع ككل اللي هي 1835 متر مسطح. طه ده الريت اللي هو التمن، اللي هو ان المتر المسطح الواحد بيكلف 79 جنيه. ماشي. ودي الاماونت اللي هو المفروض ان هو حاصل ضرب تمن المتر في عدد الامتار اللي المسطحة، بيديني اللي هو 144,965. طيب ده احد الحاجات الركائز الاساسية اللي انا المفروض ان انا اشتغل عليها في اي مشروع اللي هي البي او كيو. طيب هل البي او كيو كفاية ان انا اعمل كوست كنترول؟ من وجهة نظري لا، البي او كيو مش كفاية ان انا اعمل كوست كنترول. ليه؟ لان 79 جنيه ده، ماشي، ده تمن المتر المسطح صح، لكن شاملة ايه؟ شاملة حاجات كتيرة جدا. ماشي. شاملة تمن السيراميك نفسه، شاملة المصنعية، شاملة الرمل، شاملة المية، شاملة الاسمنت، شاملة الاسمنت الابيض، شاملة التشوين، شاملة النقل، شاملة كل شيء. طيب يبقى انا كده عاوز اعمل ايه كمان علشان اقدر اعمل كوست كنترول على المشروع؟ هعمل حاجة، ماشي، مش المفترض ان حضرتك تعملها، في اقسام تانية بتعملها وبتاخدها منها. ماشي. هعمل حاجة اسمها كوست بريك داون، كوست بريك داون. وعادة الكوست بريك داون اللي بيعملها الناس بتاعت المستخلصات او الناس بتاعت الحصر، وفي ساعات الناس اللي شغالة في المانجمنت والبلاننج ممكن تساعدهم في هذا الموضوع، بس اساسي دول بيعملوهم بتوع المستخلصات
او بتوع الحصر، ماشي؟ وهنعرف ليه خصوصا بتوع الحصر، ماشي؟ هعمل حاجة اسمها كوست بريك داون، او ان انا بلغة اخرى باخد ال 79 جنيه دول وابتدي ان انا اكسر فيهم واقول السيراميك بكذا، الرمل بكذا، الاسمنت بكذا، بحيث مجموع كل البيانات اللي انا كسرت فيها دي يطلع لي في الاخر ال 79 جنيه. طب تعال نشوف الكوست بريك داون. ادي الكوست بريك داون قصادي، هنا اهو وصف البند، توريد وتركيب، تربيع سيراميك ارضيات 40 في 40، الوحدة هو انا بأكد، ماشي، متر مسطح، متر مسطح، يعني البيانات اللي موجودة عندك دي كلها للمتر الايه المسطح. طب تعال نشوف ايه البيانات اللي عندي، تعال نشوف ايه البيانات اللي عندي. عندي توريد، اقصد ايه بالتوريد؟ اللي هو توريد السيراميك نفسه المتر، يعني هنا توريد متر السيراميك نفسه، ماشي. وعندي اسمنت اللي هو المونة السوداء، ماشي. وعندي اسمنت ابيض، وعندي رمل، وعندي مية. بعد كده عندي مصنعية، ماشي. وعندي تكاليف تشوين، ماشي. وعندي نظافة وحماية، ده لو انا بنظف وحماية المخزن، طبعا دي كلها تكاليف انا بحطها، ماشي. وعندي تكاليف نقل الايه الموقع، اللي هو العربيات او المعدات اللي انا بستخدمها، ماشي، في نقل السيراميك من المخازن للموقع. طبعا الحاجات دي كلها تكلفة على الايه على المشروع، ماشي. في بند اخير اللي هو التست اند كوست، ده لو في اختبارات، طبعا السيراميك ما فيهوش اي اختبارات، فبالتالي هتلاقي البند ده ايه بصفر. طيب نبتدي نشوف ايه الاعمدة اللي عندي. طبعا ده اليونت، ان كل واحدة انا حاسب لها اليونت بتاعتها بكام. طبعا التوريد بالمتر مسطح، الاسمنت اللي هو المونة السوداء والاسمنت الابيض بالطن، الرمل طبعا بالمتر المكعب، المية بالمتر المكعب، ماشي، او باللتر على حسب الوحدة اللي انت مستخدمها، ماشي. طبعا المصنعية وتكاليف التشوين والكلام ده كله بالمتر المسطح، تكاليف النقل والكلام ده كله طبعا ملوش اي وحده، ممكن سيادتك تسميه مثلا الوحده بالمشوار او بالنقله على حسب ما حضرتك ايه عاوز. هنا ده اليونت، الميكسنج ريشيو ان انا هنا بكلم في يونت واحد واحد واحد، ان انا بكلم على وحده واحده. السكراب فاكتور، السكراب فاكتور، ماشي، ان انا هنا ببتدي احط سكراب. يعني ايه سكراب؟ يعني حاجات ممكن تتكسر، يعني مثلا السيراميك انا بتكلم على المتر الواحد، ماشي، طب ممكن يتكسر منه قد ايه، او ممكن ينهالك قد ايه، او الكلام ده كله، فلازم اضربه في ايه، في فاكتور، ماشي. طبعا طب هتقولي ان الفاكتور ده ثابت، اقول لك لا، الفاكتور ده يختلف من شركه لشركه، او يختلف من اداره لاداره، ماشي. الشركة بتاعتي مثلا بتقولي حط فاكتور 10%، الشركة بتاعت حضرتك تقولك حط فاكتور 20%، شركة تانية بتقولك حط فاكتور 5%، ماشي. ممكن الشركة تقولك لا انا مش عاوزها فاكتور، ما تحطليش اي هوالك، مش عايز اي هوالك خالص. طبعا كل شركة وليها ايه النظام بتاعها. البرودكشن ريشيو، ماشي، ان انا هنا بقول الانتاجية قد ايه، طبعا دي للمعلوميه لا اكثر ولا اقل، ماشي. اليونت كوست، اليونت كوست، ماشي، المقصود هنا باليونت كوست، ماشي، ان سعر المتر المسطح كام، سعر الطن كام، سعر المتر المكعب كام. بالتالي هو لما اجي اشوف، ماشي، ان سعر مثلا متر السيراميك ب 26 جنيه، سعر طن الاسمنت 450 جنيه، الاسمنت الابيض بكذا، الرمل بكذا، الميه بكذا، فكل حاجه انا بحط لها الايه؟ السعر بتاعها. هنا بقى التوتال كوست، ده اللي يهمك، ده اللي يهمك، ده المهم عندي،
نديله لون تاني. نديله لون تاني عشان يبان عندنا. ده المهم عندك، المفروض مجموع البنود دي كلها هو اللي يديني 79 جنيه، اللي هو زي ما احنا شفنا هنا في البي اي كيو ماشي، ان اليونت بتاعتي او المتر بتاعي ب79 جنيه ماشي. يبقى معنى ذلك ان البي اي كيو ماشي بتديني المتر المسطح بكام من غير اي تفاصيل. طيب وي الكوست بريك داون اللي هو تحليل السعر ماشي، بيبتدي يديني ماشي ال 79 جنيه دول عبارة عن ايه وايه وايه وايه. طيب سؤال، واحد يقول لي طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يعني ايه الفرق ان انا لما اجي استخدم، ايه الفرق ان انا لما اجي استخدم البي او كيو، وايه الفرق ان انا لما اجي استخدم الكوست بريك داون او تحليل السعر؟ هقول لك، لو نحطهم بس الاثنين قصاد بعض كده، لو انا حاجة استخدم البي او كيو زي ما هو واضح عندي كده، اكني بستخدم بلوك او صندوق، صندوق مقفول معرفش جواه ايه ماشي. انا ليا يعني متر السيراميك ب79 جنيه، عاوز كمية سيراميك قد كده، انتهت القصة عندي بس خلاص. طيب لما اجي استخدم ماشي الكوست بريك داون او تحليل السعر، لا انا هنا بفنط، انا هنا بفنط. بفنط ايه ماشي؟ بفنط ان كل بند من دول كميته قد ايه ماشي، بفنط ان كل بند من دول كميته قد ايه وسعره قد ايه ماشي. طب ده يفيدني في ايه؟ ان انا اجي افنط المتر المسطح بالطريقه دي، فايدته ان انا هنا هقدر اعمل ماشي، هنا بقى هقدر اعمل كوست كنترول. كوست كنترول على ايه؟ على الاسمنت والرمل والميه، او هعمل كوست كنترول على السيراميك نفسه، في سبيل ان انا هنا مثلا عامل ان متر السيراميك ماشي ب26 جنيه ماشي، ضربت في السكراب فاكتور ماشي، فطبعا زودت نسبة اللي هو 15% او 5% او 10% على حسب الشركة بتاعتك، فجاب لي السعر تاني. طيب انا هنا هقدر اعمل ازاي؟ ان انا لما هدخل في البرونفيرا هدخل كميات، هدخل كميات، يعني الكلام ده كله هيتحول لي لكميات. يعني خلي بالك من حضرتك ان انا اهو انا عندي اسعار، المفروض ان انا هعمل جدول تاني ان هذه الاسعار هحولها لكميات عشان اقدر ادخلها البرمافيرا ماشي. طب لما تجيلي في البرمافيرا كميات ماشي، هقدر ان انا اعمل كوست كنترول ازاي؟ هقدر ان انا ساعتها اراقب، اقدر اراقب، اقدر ان انا كل فترة والتانية او كل اسبوع هقول للمخازن اديني الحاجات اللي اتصرفت من عندك، اديني الحاجات اللي اتصرفت من عندك. طبعا بتتصرف بأذون صرف والكلام ده كله. طب لما تجيلي الحاجات اللي اتصرفت من المخازن، هقدر اتصرف قد ايه للعماره، قد ايه للشقه، قد ايه للدور. ممكن هنا اقول له لا استوب وقف، العماره الفلانيه الدور الفلاني ما تصرفلهاش تاني. ليه؟ لان واضح عندي من الكوست كنترول انها خدت الكميه بتاعتها، فبالتالي لما يجي يصرف تاني هقدر اقول له لا اسف انا مش هصرف لك، ان الكميه بتاعتك انت خدتها راحت فين. ابتدي ان انا احاسب واشوف راحت فين، هل هو
في بعض المواقع ان هو ممكن ياخد الحاجه يركبها في شقه تانية او يركبها في عماره تانية، ماشي، زي كده بلغه السوق لما بيقولوا بيلبسوا طاقيه ده لده علشان ايه العمليه تمشي. لا، هنا ما ينفعش، هنا لازم الحاجه اتصرفت مثلا لعماره واحد الدور التاني شقه اتنين، يبقى الحاجه تروح للعماره واحد الدور التاني شقه اتنين، ما ينفعش تروح للعماره واحد الدور التاني شقه واحد، ما ينفعش، لان الاذن طالع بحاجه معينه المفروض مهندس التنفيذ يلتزم بهذا، اللي الشقه معينه بالدور بالعماره علشان حتى ما يلخبطليش شغلي انا، ماشي. لما اجي بعمل كنترول على هذا الموضوع او بعمل فولو اب على هذا الموضوع، بقدر ان انا احدد كميات كل شقه هي تاخد قد ايه او كل دور ياخد قد ايه. طبعا انا هنا بتكلم على السيراميك كواخده كمثال، لكن كلامي دوت ينطبق على كل شيء، كلامي دوت ينطبق على كل شيء، يعني ينطبق على لو هتعمل بياض داخلي، لو هتعمل دهانات داخليه، لو هتعمل سباكه، لو هتعمل سيراميك حوائط، ماشي، كل ده اللي طبق على البند ده يطبق على جميع البنود، ان اي بند ممكن يعمل له تحليل سعر واقدر اعرف ايه الكميات اللي داخله فيه. طيب انا كده عرفت ايه الفرق ما بين البي او كيو، وعرفت الفرق ما بين الكوست كنترول، وشرحت ان انا لما باجي احلل السعر بالطريقه دي، ماشي، بيفيدني في ايه واقدر اعمل كنترول في ايه. في سؤال تاني، ان في واحد ممكن يسالني، ماشي، تحليل السعر اللي هو الكوست بريك داون ده على الاعمال المدنيه بس او على اعمال التشطيبات بس؟ اقول لك لا، تحليل السعر من اول الحفر لغايه تسليم المفتاح، هي مرهقه شويه في دخول الداتا على البرانفيرا، لكن النتيجه بتاعتها فوق الخيال، ممتازه جدا. تحليل السعر انا باكد بيكون من اول الحفر، ماشي، لغايه تسليم المفتاح. في واحد عاوز يبتديها حتى من اول التسويات، يبتدي من اول التسويات. طب في واحد يجي يسالني سؤال، طب الاعمال الميكانيكيه والاعمال الكهربائيه في الشقه اعمل لها برضو تحليل سعر؟ اقول لك انا النهارده لما اجي اركب لوحه كهرباء، مش دي لوحه ومفاتيح وصناعيه وسلك وعلب بلاستيك؟ مش كل دول، ماشي، يبقى انا لازم اعرف كل دول تمنهم كام وكل دول كمياتهم قد ايه، عشان ما يجيش الصناعي عمال يسحب في لفه في سلك وخلاص، ما ينفعش. لازم اعرف ان الشقه هتاخد كام متر سلك، سمك كام، سمك 2 مللي 3 مللي 4 مللي، لازم اعرف عشان اديله، واديله طبعا بالايه، بالسكراب فاكتور، ماشي. لو الشركه، لو مثلا لو الشقه كلها هتاخد مثلا 20 متر سلك، مش اصرف له 22 او 23، ماشي، ابقى انا عارف، ما ياخدليش لفه 50 متر وما يرجعليش منها حاجه. كل ده اوفر بادجت على المشروع، وفي الاخر بلاقي نفسي ان انا ايه، خسران مش كسبان. عملت الشقه وعملت المشروع، بس في الاخر انا خسرت. خسرت ليه؟ علشان ما عملتش حساب، ماشي، ما قلتش للصنايعي اتفضل ده حقك اللي لازم تشتغل بيه، ما اديتلوش اللفه من 50 متر، او ما اديتلوش مثلا اسمنت بالهبل او رمل بالهبل من غير ما اجي من غير ما ارجع ايه احاسبه. طيب برضو بالنسبه للكلام، بالنسبه للاعمال الميكانيكيه زي مثلا السباكه، زي مثلا الاسانسيرات، زي مثلا في بعض المشاريع اعمال الالوميتال والكلام ده كله بتخش من ضمن الالوميتال، والابواب بتخش من ضمن الاعمال الميكانيكيه. طبعا لازم ايه، اعرف كل حاجه بتركب فين وبتركب بكميات قد ايه، ماشي، علشان اقدر اعرف. طب عايز اقول لك على حاجه بالنسبه لموضوع الابواب والشبابيك والكلام ده كله،
ماشي. انت ممكن تعمل كوست كنترول او تعمل كوست بريك داون للابواب والشبابيك حتى في عدد المسامير وعدد الفشر اللي بيثبت بيه، عدد المسامير وعدد الفشر اللي انا بثبت بيه الباب والشباك ماشي. وما اعتقدش ان هنا هيبقى في سكراب فاكتور كبير. يعني مثلا نفترض ان انا عشان اركب شباك مثلا ماشي، شباك الوميتال عادي، محتاج بوسمارين في كل جنب، هو 4 جناب يعني 8 ماشي، خلاص 8. هيقولي هات 10. 10 ليه؟ المسمار ده مش ببلاش. اصل لما هياخد مسمارين في كل شباك، وشوف الشقه فيها كام شباك، شوف العماره فيها كام شباك، شوف المشروع فيه كام شباك، يبقى انت بتتكلم كده في اطنان من المسامير ماشي اترمت على الارض. ما ينفعش ماشي، لان الاطنان اللي اترمت على الارض دي بفلوس. اهم نقطه برضو ان انا بحب ان انا اتكلم فيها في الكوست بريك داون، وللاسف انا بشوفها في المواقع وفيها هادر كتير جدا 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 للاسف ماشي، موضوع الطوب، سواء الطوب الاسمنتي او سواء الطوب المجوف او سواء الطوب الاحمر، الهادر بتاع الحاجات دي رهيب يا جماعه، رهيب ماشي. لازم فعلا ان انا اعمل كنترول على الحاجات دي ماشي. لازم اعرف الشقه بتاخد كام طوبه ماشي، يبقى يتحط كام طوبه ماشي، بالمتر المسطح او بالمتر المكعب على حسب ما انت حاسب. لازم اعرف الدور، لازم احاسب الناس دي كلها عشان يبقى كده انا نجحت في الكوست كنترول، وفي نفس الوقت ماشي يبقى انا كسبت صاحب العمل ماشي، وحس بدوري وفعالية دوري في المشروع ماشي. قلنا عشان نحس بفعاليتي في المشروع ماشي، وما بقاش دوري في المشروع ان انا مجرد بلاننج وخلاص، ممكن ابقى بلاننج وكوست ايه كنترول. طيب في نقطة احب ان انا ايه اقولها، 79 جنيه دي اللي احنا شايفينها هنا وهنا دي ممكن تبقى شاملة مكسب الشركة بتاعك، ممكن تبقى شاملة مكسب الشركة بتاعك ماشي. طبعا كل شركة على حسب رغبتها او على حسب هي بتفكر ازاي، ممكن تعمل البريك داون، ممكن تعمل البريك داون بال 79 جنيه كلهم اللي هو انكلودد مكسب الشركة بتاعك، وممكن تعمل البريك داون وتخرج مكسب الشركة بتاعك، وتخرج مكسب الشركة بتاعك. يعني ايه اخرج مكسب الشركة بتاعي؟ يعني نفترض ان مكسب الشركة بتاعك مثلا 10% 15% ماشي، يبقى معنى ذلك ان انا هعمل الكوست بريك داون ماشي، المبلغ ده ناقص 10% او ناقص مكسب الشركة بتاعك. يبقى انا هنا بتكلم في الفلوس اللي هتتصرف بس، ما بدخلش مكسب الشركة. اتمنى ان حضراتكم تكونوا فهمتوني في النقطة دي ماشي، ان انت هنا ممكن ما تشتغلش على 79 جنيه، ممكن تشتغل على النت كوست، النت كوست مش النت كوست زائد البروفيت، بشتغل على النت كوست بس والبروفيت بشيله. طيب احنا هنا شرحنا الفرق ما بين البي او كيو والكوست بريك داون. في سؤال ممكن حد يساله لي، بيقول لي طيب في الكوست بريك داون اعرف الكميات منين، اعرف الكميات منين؟ اقول لك والله الكميات دي هاتها من الحصر، هاتها من الناس بتاعت الحصر. المفروض ان الناس بتاعت الحصر عندها الشقه بتاخد كام متر سيراميك، او كل اوضه بتاخد كام متر سيراميك، عندها المتر بياخد قد ايه اسمنت، قد ايه رمل، قد ايه ميه، قد ايه اسمنت ابيض. انا هنا مش بتكلم عن الصيف بس، المفروض بتوع الحصر بيبقى عندهم كل شيء، سواء اعمده، اسقف، مباني،
بياض، دهانات، سيراميك، وزارات، كرانيش، كل الكلام ده كله المفروض ان هو عند بتوع الحصر ماشي، والمفروض اللي على اساسه ان حضرتك كبلانر بتاخده وتبتدي تبني بيه الكوست بريك داون بتاعك، او ممكن تاخد الكوست بريك داون بتاعك منهم جاهز على طول زي ما حضراتكم ايه شايفين، وعلى اساسه سيادتك بتشتغل. في نقطة كمان ماشي، ان احنا قلنا هنا ان دي الاسعار او الفلوس اللي حضرتك هتصرفها على المتر المسطح ماشي. المفروض ان الفلوس دي بتتحول لكميات ماشي، علشان تبتدي ايه حضرتك ايه تحط هذه الكميات في البرانفيرا. مش هتحط هتحط البرانفيرا طبعا فلوس، وهتحط ايه كميات ماشي. نرجع للبرانفيرا ونشوف هنعمل هذا الكلام ازاي. ده البرانفيرا بتاعنا، ادي برنامج البرانفيرا، نبتدي نعمل المشروع، نبتدي نطبق عليه الكوست كنترول بطريقه الكوست بريك داون وطريقه البي كيو ماشي. نبتدي نخش على الانتربرايز عشان هنعمل مشروع جديد ماشي، انتربرايز بروجكت استراكشر، اقول له اد وهسمي دي سي سي الاي دي، هنا كوست كنترول، اسف هنا كوست كنترول كنترول، واقول له كلوزد، هفتح بروجكت، ادي الكوست كنترول ظهر عندي ماشي. ابتدي اضيف تحتيه المشروع الاولاني فينش، وهسمي المشروع بي او كيو، هسميه بروجكت with BOQ، وقلنا BOQ اللي هو bill of a quantity ماشي. ابتدي ايه ان انا ايه افتحه open ماشي، ادي ايه المشروع بتاعي. طبعا فيش حاجه باينه، هنفكر حضراتكم ان احنا بنخش على جوبن سورت ماشي، ونلغي كلمه ايه hide of empty، نلغي التفعيل بتاعها علشان يبان عندنا الايه اسم المشروع بتاعي. احنا اتفقنا ان احنا مش هنعمل المشروع ككل، هناخد بند ونعمل فيه كل شيء، وبالتالي طبعا اللي هنعمله في البند ده هيتطبق في جميع الايه البنود ماشي. هقول له اد اكتيفيتي فينش ماشي، والاكتيفيتي بتاعتي هسميها اعمال سيراميك الارضيات. الديوريشن بتاعها مثلا هياخد 8 ايام ماشي، وهوت ماشي. نبتدي ان احنا ايه نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها في الكولومز. نفتح الكولومز، الاكتيفيتي نيم اوريجينال ريميننج اكتيفيتي مش عايزينها، البادجت الاكتشوال كوست مش عايزينه، الريسورس خليته كفلوت اوكي
ماشي، يبقى دي الحاجات اللي احنا ايه هنشتغل ايه عليها. طيب كده احنا عملنا التاسك. طب احط الريسورس ازاي؟ احط الريسورس ازاي؟ طريقة حط الريسورس بالظبط زي ما شرحنا قبل كده، ماشي، اللي هو عمل الديكشنري بتاع الريسورس، عمل الديكشنري بتاع الريسورس، ماشي. ان انا بخش على الريسورس، ماشي، واقول له ايه عشان عايز اظهر الريسورس كله. اوكي فينيش. اجي تحت خالص، اعمل لنفسي، اعمل لنفسي ريسورس جديد، عايز اخرجه بره خالص اهو، ماشي. وهقول له هنا ريسورس اي دي، هسميه 001، وهنا لو هسميه ريسورس الكوست كنترول، ماشي. يبقى ده الديكشنري بتاعي، ابتدي ان انا اخرج منه الحاجات بتاعتي. ماشي، وقلت ان انا بدوس فينش في الريسورس ويزرد على اساس ان انا ممكن اتحكم فيها ايه، اتحكم في اي ريسورس من التابس دي كلها. ماشي 01، وهنا هكتب الكوست شرطة بي او كيو، يعني اللي هحطه تحت الكوست بي او كيو، ماشي. دي الحاجات اللي جات لي في البي او كيو. هنشرح الاتنين طبعا علشان نشوف ايه الفرق بين الاتنين في الايه البرونفيرا. طيب اجي اضيف بقى ايه تحتها الريسورس بتاع البي او كيو، ماشي، وهقول له هنا نفتح البي اي كيو، كبر ديك بس معانا شوية، ماشي، وقول له ده سيراميك تايت، ناخدها كوبي، ونروح على البرمافيرا ماس اس تي، على اس تي، وهنا سيراميك تايت، ماشي، 40 في 40، ماشي اس تي بس هتسميها 01 اهو. يبقى ده كده السيراميك تايت 40 في 40. طب ده ليبر؟ لا طبعا مش ليبر، ماشي. ده ايه؟ ده ماتيريال، ده ماتيريال، فبالتالي بغير الماتيريال، بقول له اه يس. الايقونه هنا او العلامه بتاعته اتغيرت زي ما احنا ايه شايفين. طبعا لازم ما دام اخترت ماتيريال يبقى لازم اختار يونت اوف ميجرد، يونت اوف ميجرد اللي هي الوحده اللي انا هستخدمها فيها، مش اللي هي السكوير متر اللي هو المتر المربع. وقلنا لو الوحده دي مش موجوده عندك، افكر حضراتكم، ماشي، ان انا بخش في ادمن، ادمن كاتيجوري، ماشي، وفي اللي هو اليونت اوف ميجرد، ببتدي اضيف اليونتس ايه بتاعتي. كلوزد. انا هنا حطيت دي، بالتالي طبعا بختار الكالندر بتاعتي، وبتكون الكالندر بتاعت المشروع،
ماشي، بختار طبعا الكرنسي اللي انا هستخدمها، ماشي، للايجيبشن باوند اللي هو الجنيه المصري، ماشي. بعد كده بخش في اليونت اند برايس، ماشي. هو هنا بيفترض 8 بير داي. يعني ايه 8 بير داي؟ يعني انا حس يعني انا هستهلك يعني انا هستهلك 8 متر مسطح او متر كيوب، متر سكوير اسف، في اليوم الواحد. سيب الديفولت بتاع البرنامج، لما نيجي نعمل اساين ريسورس على التاسك هنحط الكميه الايه الفعليه بتاعتنا. هنا بيقول لي اليونت برايس، طبعا اليونت برايس هنرجع ليها اللي هي 79 جنيه، 79 جنيه. افكر حضراتكم ان انا شغال هنا بالبي او كيو، انا لسه ما عملتش كوست بريك داون. في حاجه هنا هقول له والله اليونت برايس ب 79 جنيه، بالتالي هنا هو حط لي هنا، ماشي، ان اي كميه هضيفها هيضرب لي الكميه في 79 جنيه. انا كده خلصت الريسورس بتاعتي تبعا للبي او كيو، تبعا للبي او كيو. برجع تاني اكتيفيتي واقف على البند بتاعي اللي هو اعمال سيراميك الارضيات، اعمال سيراميك الارضيات، وخش على ريسورس واقول له اد ريسورس، واقول له اد ريسورس. اجي هنا اهو اللي هو سيراميك تايت 40 في 40 اللي انا لسه عامله، ماشي، تابعا دي الريسورس كوست كنترول، والكوست كنترول بتاع البي او كيو، ماشي. بقول له دبل كليك او بعمل اساين كلوزد، ماشي. هو هنا حط لي مبلغ، هو هنا حط لي مبلغ، هو هنا كل اللي عامله افترض ان الثمانية اللي هو البادجت يونت، ماشي، 64. وكنا شرحنا بعد قبل كده ان ال 64 دي جت منين، ضرب ان هو ضرب اليونت ريت اللي هو اللي افترضها اللي هو 8 امتار 8 متر مسطح في اليوم في عدد الايام اللي هو الديوريشن، جاب لي 64. لا طبعا الكلام ده بالنسبه لي غلط، هبتدي اغير للارقام الصحيحه بتاعتي. وهنا طبعا جاب لك اهو اليونت برايس، ماشي. ابتدي ان انا ايه اغير للارقام الصحيحه بتاعتي. ازاي اغير الارقام الصحيحه بتاعتي؟ افكر حضراتكم ان انا بقف على البادجت يونت، ماشي، ارجع تاني للاكسل واقول لك الكميه كلها كام؟ 1835، 1835. ونذكر حضراتكم ان التوتال كوست 144965. طيب ارجع للبرمافيرا واقول هنا في البادجت يونت، في البادجت يونت 1835، 1835. اول لما هدوس انتر او اعمل كليك في اي حته هلاقي هنا البادجت توتال كوست بقت 144965، زي بالظبط الرقم اللي موجود في البي او كيو، زي بالظبط الرقم اللي موجود في البي او كيو. طيب كده انا حطيت عملت المشروع بتاعي اللي هو عبارة عن بند واحد، وحطيت فيه الريسورس بتاعتي اللي هي تبعا للبي او كيو، ماشي، وحطيت الكميات، فجاب لي الايه السعر التوتال اللي هو السعر الكلي اللي هو 1400 اللي هو 144965. طب في سؤال، حد يجي يقول لي ال 1835 دول، ال 1835
دول كمية ايه؟ دول كمية السيراميك؟ اقول لك اه دول كمية السيراميك ماشي، بس خلينا نتعلم حاجة جديدة وخلينا نفهم حاجة جديدة في البي او كيو وازاي نطبقها في البرنوفيرا ماشي. ان هو في البي او كيو او قائمة الخامات بيديك كمية السيراميك بتاعت العمارة كلها، بيديك كمية السيراميك بتاعت العمارة كلها. طيب انا دلوقتي لو عاوز ان انا اكسر كمية السيراميك دي، يعني انا هو مديهاني العمارة كلها، طب محتاج ان انا حاجات اكثر تفصيلا. يعني ايه اكثر تفصيلا؟ محتاج اعرف ماشي كل دور العمارة كام دور، وكل دور بياخد قد ايه، وكل دور فيه كام شقة، وكل شقة كام أوضة ماشي، وكل أوضة بتاخد كام متر سيراميك ماشي. فعشان كده قلت لك ماشي أكتر واحد هيفيدك في هذا الموضوع ماشي، أو البيانات كلها هتجيبها منين من هذا الموضوع، اللي هو من الناس اللي شغالة في الحصر، الناس اللي شغالة في الحصر. طيب أنا النهاردة ماشي ما عنديش حصر ماشي، وعاوز افترض كميات، اعمل ايه؟ ارجع لاكسل، ارجع لاكسل، نشيل الكلام ده واجي هنا ماشي. هفترض ان العمارة عندي 7 ادوار، هفترض ان العمارة عندي 7 ادوار ارضي و3 ادوار ماشي. يبقى ال1835 دول ماشي هقسمهم على 7، هقسمهم على 5، هقسمهم على 4 ماشي، على حسب عدد الأدوار اللي عندي، على حسب عدد الأدوار اللي عندي. تعال نقسمهم على 5 افتراضا إن أنا عندي أرضي وتلات وأربع طوابق ماشي. يبقى هعمل معادلة في إكسل، هقول له الخانة دي بتساوي الرقم دوت مقسوم على 5، الرقم دوت مقسوم على 5، انتر ماشي. يبقى معنى ذلك اهو ان كل دور هياخد لي 367 متر مسطح، 367 متر مسطح. طب انا عاوز افترض ال 367 متر مسطح دول ماشي ياخدوا قد ايه فلوس، برضو حاجة هنا هقول له تساوي ان الرقم دوت مضروب في الريت بتساوي كده، نعملها كرنسي علشان ايه تبان عندنا، او ممكن نقف هنا ثواني فورمات. يبقى ماشي ال 367 دول هيساووا فلوس 28993. طيب الكلام ده اطبقه ازاي في البرنافيرا ماشي؟ ان انا هرجع هعمل ايه زي ما اتعلمنا، هعمل دبليو بي اس، هعمل دبليو بي اس، هاجي هنا هعمل ريموف للريسورس مش عاوزه، وهخش على الدبليو بي اس ودي اقول لها هايت، واجي اقول له اد واكتب هنا الدور الارضي والتاني واطلعها بره وهاجي في اخر دور، ادي الدور الرابع. يبقى انا كده
بدل ما كان عندي بند واحد سيراميك بقى عندي سيراميك للأرضي وللأول وللتاني لغاية الرابع. خلصت كده ال WBS، نرجع تاني للأكتيفيتي. هنلاقي إن ال WBS بتاعي أظهر وادي الأكتيفيتي بتاعتي. نذكر حضراتكم إن احنا محتاجين إن احنا نحط أعمال السيراميك الأرضيات تحت كل بند من بنود اللي ال WBS. فبالتالي برضو نفكركم احنا لو حبينا نغير مكانه من الجنب كده هندوس ليفت كليك ماوس ونسحبه عند الدور الارضي. اتحط اهو عندي. وبرضو افكر حضراتكم ان انا ممكن ايه اضيف الريسورس بتاعي. ماشي، الريسورس مش باين، فبدوس على السهم الصغير ده وبقول له فلتر اول اكتيفيتي ريسورس او اول ريسورس. باجي هو الاقي تحت خالص عندي، ماشي، اللي هو السيراميك تايت، دبل كليك واقفل. ظهر لي طبعا اللي هو الديفولت اللي هو ال 64، بس احنا ايه هنغير ال 64 ونحط ايه، مش هنحط بقى 1835، لا، احنا المفروض ان عندنا 5 ادوار، والمفروض ان القيمة بتاعتنا زي ما احنا عملنا قسمناها على 5 في الاكسل علشان تديني ان الدور الواحد هياخد بدل 1835 متر مسطح، الدور الواحد هياخد 367 متر مسطح. فبالتالي احط هذه القيمة في البرنافيرا، 367 متر مسطح، وهو جاب لي نفس القيمة المالية. برضو ارجع اذكر حضراتكم، ماشي، ان انا لو خدته هنا كوبي وبيست هيتنقل لي بالريسورس، هيتنقل لي بكل حاجته بيست. حتى هو انا بيسأل لي انقل كل حاجته، اقول له اوكي اتنقل لي. التاني برضو كذلك بيست، اوكي وهكذا في كل الايه الادوار. واخيرا الدور الايه الرابع. هنا في بند بس اتكرر مرتين، اللي هو اشيل ده، ريموف ديليت يس. ماشي، بقى في كل دور نفس الكمية، وفي المجموع كله جاب لي الايه 144,965، ماشي، وهي نفس القيمة المالية اللي موجودة فين في الاكسل كده. ماشي، يبقى انا عملت اول خطوة عندي، عملت مشروع صغير ببند واحد، ماشي، بموضوع السيراميك، ماشي، وعرفنا ازاي نحط الريسورس بتاعته، ماشي، وعرفنا ازاي نعمل ال WBS ان احنا نبتدي نقسمه بالطرقات. طيب في سؤال، في حد تاني عاوز يعمل WBS اكثر شمولا؟ يعني ايه؟ يعني ممكن يقول لي مثلا طب الدور بياخد 367 متر مسطح، طب انا عاوز بالشقه. اقول لك والله شوف الدور عندك كام شقه. ماشي، هنفترض ان الدور شقتين او ثلاثه او اربعه. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي هرجع ال WBS واقسمها بالايه؟ بالشقق، يعني تحت الادوار ابتدي اقسم بالشقق. ماشي، شقة رقم 1، شقة رقم 2، شقة رقم 3، وبالتالي هرجع في الريسورس بدل ما هكتب 367 متر مسطح للدور، لا، هكتب الرقم بتاع الشقة الواحدة، الرقم بتاع الشقة الواحدة. وخلي بالك ان ممكن شقة عن شقة الرقم بتاعها يختلف. ازاي؟ ممكن شقتين في الدور، ممكن ثلاثة في الدور، ممكن شقة صغيرة وشقة كبيرة على حسب المساحات. المهم ان انا في الاخر
ماشي، اكون محقق الرقم ده بتاع الدور، واكون محقق الرقم الكلي بتاع سيراميك العمارة كلها اللي هو 1835. الطريقة اللي قدامنا دي اللي هو استخدمنا فيها البي او كيو، ماشي، انا ما اقدرش اعتبرها كوست كنترول، دي مجرد فولو اب، ماشي، وبقدر اعمل فولو اب وتراكنج على المشروع بتاعي. طيب تعالوا نعمل نفس المشروع بس نستخدم فيه الريسورس، بدل ريسورس البي او كيو هنستخدم الريسورس بتاعت الكوست بريك داون. الكوست بريك داون هنخش على بروجكت وناخد نفس البروجكت ونقول له كوبي، ونقف على كوست كنترول ونقول له بيست عشان ناخد نسخة تانية من المشروع. بكل انا عاوزه بكل حاجته. عمل لي نسخة تانية من المشروع تحت اهو. ابتدي ان انا ايه اغير المسميات بتاعتها، بدل بي او كيو هسميه كوست كوست بريك داون، ودي هسميه لو بريك داون ستراكشر، بدل ما وانا هنا هسميه ويز كوست بريك داون ستراكشر. ماشي، هقفل المشروع دوت، هقف هنا اقول له اوبن، فتح لي المشروع الجديد اللي هو البروجكت بالكوست بريك داون. طيب مبدئيا هبتدي اشيل التاسكات اللي عندي واخلي تاسك واحد بس، واخلي التاسك ده واشيل الريسورس من التاسك ده، يبقى كده انا لسه ما حطيتش ريسورس. وافتح الريسورس عندي واجي هنا عند الريسورس اهو، انا كنت قلت ريسورس كوست كنترول اللي هو دوت، وده الكوست بالبي او كيو، هضيف فينش، ماشي، واخرجه بره وهسمي ده 02، وهسمي ده كوست بريك داون. واجي هنا افتح اكسل واشوف ايه البنود اللي عندي اللي هضيفها، هشوف ايه البنود اللي عندي اللي هضيفها. عندي الاسمنت، اسمنت اللي هو الاسمر والاسمنت الابيض والرمل والميه، ماشي، هبتدي اضيف اد، في الحالة دي طبعا حد يقولي طب ما هو السيراميك اهو خده، اقول لك لا، لان السيراميك دوت ما اقدرش اخده هنا، لان السيراميك ده ثمنه 79 جنيه، السيراميك اللي احطه هنا ثمنه اللي موجود في الكوست بريك داون، فبالتالي هنا هقول سيراميك تايد 02، ممكن ياخد نفس الاسم مفيش اي مشكلة خالص. أربعين في أربعين، ماشي، والديتيل بتاعه ان هو ايه ماتيريال، ايوة، و سكوير متر، ماشي. اليونت برايس افتح هنا اليونت برايس بكم، اليونت برايس بتاعته
ماشي، كانت بإيه؟ ب20 جنيه. أحط هنا 20 جنيه، ماشي، وأجي أضيف تاني، طلعها بره. اللي هو الأسمنت الأبيض، الأسمنت الأسمر آسف، اللي هو المونة السودا بلاك. بلاك سيمنت ده كنا قلنا عليه ان هو بالطن، وقلنا ان هو ماتريال، وقلنا ان هو ايجيبشن باوند. نرجع بس هنا، احنا هنا ما غيرناش دي ايجيبشن باوند، ونتأكد هنا بالجنيه المصري، ودي بالجنيه المصري. واحنا هنا كنا حاسبين ان هو الاسمنت ب450 والاسمنت الابيض ب700، 450. ماشي، هنضيف تاني، طلعها بره. دبليو سي نون وايت سيمنت، وانا دي 700 ماتيريال برضو بالطن. ماشي، في عندنا لسه الرمل والمية. ساند طبعا، زي ما احنا عارفين قبل كده، انك انت عاوز تكتب بالعربي تكتب بالانجليزي براحتك خالص. الساند كان بكيوبيك متر، والمية كذلك كان تمنهم. الرمل كان ب15 جنيه، والمية ب10. خمستاشر ونضيف المية. وتر ب10، كيوبيك برضو متر. ماشي، فاضل ايه تاني عندنا؟ فاضل عندنا اللي هو المصنعية والتركيب وتكاليف التشوين. ماشي، نمسكهم بند بند. المصنعية هنضيف هنا اد، ماشي. احنا هنا مضطرين في حاجة، ان المصنعية والتركيب والتشوين، ماشي، هنعتبرهم ماتيريال، هنعتبرهم ماتيريال علشان ناخد الايه اليونت بتاعتهم. ماشي، هنقول ايه، هنقول الفيكسد اللي هو التركيب، سكوير متر برضو. ماشي،
هنا التخزين الستورج سكوير متر، نشوف دي بكام ودي بكام. المصنعية ب 18 جنيه والتشوين 2 جنيه. ادي المصنعية 18 والتشوين 2 جنيه. ماشي، فاضل عندنا اللي هو النظافة والحماية والنقل. نقول له انسرت. سوري ديليت. اد كليننج، ممكن نسميها كليننج او كليننج اند سكيورتي زي ما احنا عاوزين. ماشي، وفي اد اخر حاجة اللي هي تي ار اللي هي ترانسبورتيشن. طيب نرجع بس نشوف اسعارهم كم. ماشي، النظافة 3 جنيه وترانسبورتيشن جنيه، الكلينينج متر سكيب متر برضو دي 3 جنيه. هتأكد بس، معلش، 3 جنيه مظبوط، وترانسبورتيشن جنيه. ماشي، ودي نخليها ايه باليونت عادي. يبقى كده ماشي. في الكوست بريك داون ستراكشر انا فصصت السيراميك تايت داون لكل البنود، ده اللي هو بند 2 3 4 5 6 7 8 9 ل 9 بنود. طيب في حد ممكن يسألني سؤال، طيب انا هنا كاتب فيكسد اللي هي المصنعية بكذا، طيب الصنايعي اللي هيشتغل نفسه اللي هو الليبر اللي هو المبلط ومساعد مبلط، دول اضيفهم؟ اقول لك ليك مطلق الحرية، ممكن تضيف مبلط ومساعد مبلط بس ساعتها فلوسهم هتبقى بصفر، فلوسهم هتبقى بصفر. انت ممكن تضيف مبلط ومساعد مبلط ماشي كمجرد كنترول ليك انت، ماشي، عشان انت تبقى عارف، فممكن تضيفهم لمجرد انك انت تبقى عارف البند ده بياخد كام صناعي وكام مساعد صناعي وكام عامل وكام ده كله. عاوز تضيفهم ضيفهم، مش عاوز تضيفهم دي حاجة ترجع لك انت، بس لو اضفتهم هتضيف القيمة المالية بتاعتهم بصفر، هتضيف القيمة المالية بتاعتهم بصفر. كده احنا خلصنا، حطينا الريسورس باسلوب الكوست بريك داون. ماشي، نرجع تاني الاكتيفيتي بتاعنا اهوت، نبتدي نحط الريسورس الجديدة عليه. هقول له اد ريسورس وابتدي احط من اول السيراميك تايد الجديد لغاية الترانسبورتيشن. ماشي، وابتدي اقول له اد، اقول له او ايه اساين. ابتدى ان هو ايه حط لي كل ايه الريسورس اللي عندي، حط لي كل الريسورس اللي عندي. طبعا
طبعا زي ما احنا عارفين ان هو افترض من عنده اليونت بتاعته، ماشي. طبعا الكلام ده مش صحيح، ان احنا بنرجع تاني ايه نبتدي نحط ايه اليونتس بتاعتنا. طيب سؤال، واحد يقول لي طب اعرف اليونت منين؟ يعني اعرف قد ايه سيراميك وقد ايه اسمنت وقد ايه رمل وقد ايه الكلام ده كله. اقول لك والله زي ما اتفقنا ان انت ممكن تاخدهم من الايه، من الحصر، ممكن تاخدهم من الحصر. طب لو الحصر ما ادكش البيانات دي واكتفى بس ان هو اداك الكوست بريك داون، اتصرف ازاي؟ انا اقول لك تتصرف ازاي. نرجع لبرنامج اكسل، هنكتب بس هنا ايه رقم كده ايه هنحتاجه، اللي هو الرقم بتاع الدور، ماشي. وهنعمل ايه، ظهر لنا هنا اللي هو لما ضرب الرقم ده في الفلوس طلع ان الدور هيكلف 28,993. طب علشان اعرف الكميات بتاعت كل دور، وقلت في حالة ان الحصر ما ادهلكش، هنلعب لعبة المقصات. ايه لعبة المقصات؟ ان انا لو عندي المتر المسطح ده بيكلف في السيراميك بيكلف 26 جنيه. طيب قد ايه ده؟ واحد قد ايه متر مسطح هيديني 30 جنيه. فبالتالي هقدر هنا العب لعبة المقصات ان هتبقى 30 في 1/26. طب تعالى الكلام ده نطبقه في اكسل في بعض المعادلات، ماشي. وهفترض حاجة هنا، دي هكتب هنا دي 26 اللي هي لليونت اللي هي متر مسطح، والتلاتين يبقى انا عاوز ايه الكمية قد ايه. يبقى لما ايه عشان نسمي دي مثلا كوست 1 ودي كوانتيتي 1 ودي هسميها كوست 2 ودي هسميها كوانتيتي 2. دي المفروض اللي انا ايه محتاجها. فهعمل ايكوال وهفتح براكت وهقول ان 30 في 1 واقفل البراكت على 26. يبقى انا هنا محتاج نقول 1.15%، ماشي، علشان يديني ايه 30 زي ما احنا عاملين ليه السكراب فاكتور هنا بالظبط. طب تعالوا نطبق اللي احنا عاملينه ده في بقيه البنود. ده الاسمنت 450، الطن وانا عاوز 6 جنيه، دي 700، الطن برضو انا عايز 2.5 جنيه، ماشي. دي 15 للمتر المكعب، 3 جنيه، المية 10 برضو متر مكعب، 2.5، تمنتاشر جنيه للمتر، انا عايز 25 جنيه، ماشي. 2 جنيه
المتر انا عاوز 4 جنيه، حماية وأمان 3 جنيه، المتر 3 جنيه، النقل بجنيه، المتر ماشي، وأنا عاوز 3 جنيه. انا هنا خلصت المعادله، هاخدها كوبي وابتدي ان انا ايه اعملها بيست في كل الحالات. يبقى دي الكميات اللي انا ايه عاوزها احطها، دي الكميات اللي انا ايه هحطها. هاخد الكميات دي واروح احطها فين؟ في البرمافيرا اللي هو في اليونت، نمسكها بند بند. البلاك سيمنت اللي هو الاسمنت، الاسمنت الاسمر اهو 0.01333 1 2 3 4، اجي هنا 0.01 1 2 3 4. طبعا اي تغيير بيغير لي في الفلوس هنا. السيراميك هيبقى 1.15، السيراميك 1.15، ايه تاني؟ الاسمنت الابيض، الاسمنت الابيض 0.003571. في حاجة احنا نسيناها، ان الكميات دي بتاعت المتر ايه الواحد، الكميات دي بتاعت المتر الواحد، لكن احنا محتاجين 367 متر زي ما احنا هنا 367 متر. فبالتالي في الخانة اللي جنبها هقول له ان ده بيساوي ده مضروب في ده. ده قلنا الرقم اللي احنا هنحطه ومحتاجينه، بس هنيجي هنا وندوس F4 عشان يحافظ لنا على الخلية. ماشي، وناخدها ماشي كده. يبقى احنا ايه جبنا الكميات الأساسية بتاعتنا، نديها لون تاني ماشي، ونعيد كتابة ايه الحاجة تانية. الاسمنت هيبقى 4.894 تلاتات، الاسمنت 4.89 1 2 3، السيراميك هيبقى 423، 423، احنا ممكن بس نعمل كده ثواني عشان ايه نخليهم كده ايه قصادنا.
نشوف البنت اهو فين السيراميك اهو. ميك حيبقى 423.4615 ماشي. الكلينينج اللي هو النظافة هتبقى طبعا الفيكسد اللي هو التركيب. التركيب هيبقى 509.7122 بوينت 7.3122 ماشي. الساند الرمل، الرمل 73 جنيه و40. الستورج التخزين اللي هو التشوين هيبقى 734. الترانسبورتيشن هيبقى 1001. الوتر المية المية هتبقى 91.75 جنيه ماشي. الوايت سيمنت اللي هو الأسمنت الأبيض، الأسمنت الأبيض هيبقى 1.310 714. اهو بعد ما انا كتبت كل حاجة بالكميات اللي عندي مضروبة في كمية السيراميك بتاعت الدور، جابلي القيمة المالية زي ما هي اللي هي 28993، ودي نفس القيمة المالية اللي موجودة في الايه في الاكسل اهي 28993 كده كده. يبقى انا خلصت الكوست بريك داون بتاع اعمال السيراميك، اضفت كله، حطيت الكميات الجديدة بتاعتي، وعرفت ان الكميات تيجي ازاي. جاب لي نفس القيمة المالية بالظبط، الحمد لله رب العالمين. ابتدي اخده كوبي وبيست في كل الايه الادوار، كوبي اوكي بيست اوكي بيست. ماشي طبعا. وجاب لي في الاخر ايه برضو القيمة ايه المالية بتاعتي بتاعت اجمالي كل ايه السيراميك. طبعا في بلس اور ماينس بسيط جدا، هنا في بلس اور ماينس 20 ساغ، طبعا ده مش مبلغ نوقف عنده. ماشي كده
يبقى احنا عرفنا ازاي اعمل كوست بريك داون وازاي ان انا اضيف حاجته، عرفنا ازاي نطلع الكميات لو الحصر ما ادانيش الكميات بتاعته وابتدي اضيفها في البريمافيرا عشان تديني نفس القيمه الماليه اللي موجوده في البي اي كيو بس باسلوب ايه الكوست بريك داون. بعد ما خلصنا البند دوت، طبعا احنا متفقين اللي بيحصل في البند ده هيحصل على اي بند تاني خالص، سواء كان سيراميك سواء كان كهرباء سواء كان اعمدة مباني اي حاجة. ايه الخطوة التانية بتاعت الكوست بريك داون؟ ايه الخطوة التانية بتاعت الكوست بريك داون بتاعت اسف كوست كنترول عشان اقدر اعمل كوست كنترول؟ انا بعد ما اضفت ده محتاج البريمافيرا مش هيعمل لي كوست كنترول لوحده، البريمافيرا مش هيعمل لي كوست كنترول لوحده، محتاج معايا داتا من المخازن تكاد تكون مثلا كل 3 ايام او تكاد تكون يوميه، ماشي، علشان لما اجي ادي اوردر للمخازن لا ما تصرفش تاني عشان ده كده خلاص استنزف الكميه بتاعته. محتاج ان انا اعمل شيت اكسل ابتدي ان انا احط فيه اذونات المخازن وارقام اذونات المخازن عشان يبقى عندي داتا بيس كامله في اي وقت اقدر ان انا ارجع لها، عشان طبعا البريمافيرا مش هيشيل لي الكم الهائل من المعلومات او البيانات دي كلها. طبعا جدول اكسل سيادتك توضبه زي ايه ما حضرتك ايه عاوز. لازم الفولو اب في هذا الموضوع لازم يكون يومي، ماشي، مع المخازن مع الموقع مع الناس دي كلها عشان اقدر اشوف الدنيا عندي إيه شكلها ايه، وما فيش حاجه تفتح عندي في الكوست يبقى انا كده ايه يلخبط لي السكادول بتاعي ويلخبط لي البادجت بتاعت المشروع. نفتح بروجكت، هنفتح الاثنين دول مع بعض. لما عاوز افتح مشروعين بعلم عليهم الاثنين وبقول له اوبن، هلغي دي كده شويه، ماشي. يبقى انا عندي المشروعين اهو، ادي المشروع الاولاني اللي انا عملته بطريقه البي او كيو، وده المشروع الثاني اللي انا عملته بطريقه السي بي اس او الكوست بريك داون. انا عارف ان انا اتكلمت بسرعه عن الكوست بريك داون او الكوست كنترول، انا الكوست كنترول مجاله واسع جدا جدا، بس انا اتكلمت فيه في جزئيه البريمافيرا ازاي استفيد بيه في البريمافيرا او ازاي ان انا اعمله في البريمافيرا. اراجع تاني ان انا اهم حاجه عندي في الكوست بريك داون ان انا بيبقى عندي البي او كيو اهيت، ولازم اعمل تحليل للسعر او كوست بريك داون، لازم اعمل تحليل للسعر علشان اعرف ان السبعه 79 جنيه دول عباره عن ايه وايه وايه وايه. وزي ما قلت ان انا خدت مثال هنا في السيراميك وحللته جميع بنود المشروع او العماره، لان احنا كنا واخدين المشروع بتاعنا عماره سكنيه، جميع بنود العماره قابله ان هي تعمل لها كوست بريك داون. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل المعلومه لحضراتكم، واتمنى ان حضراتكم تستفيدوا منها ان شاء الله، وان شاء الله نتقابل قريبا في درس اخر من دروس البريمافيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.